بتقول عليه بالظبط المقدمة. من ضمن المقدمات دي يا شيخ محمد تجهيزه بالناحية الاجتماعية والأسرية، فكرة زواجه من السيدة خديجة. خلينا نقف عند فكرة الزواج من زاوية معينة، إن السيدة خديجة أعجبت بيه رضي الله عنها أعجبت بيه، لكن بعد ما درسته وعشرته في المعاملات معاها في تجارتها لمدة سنتين، ففكرة إن الاختيار بيتم من خلال معاملات، دي نقطة مهمة قوي، مش فكرة برضو ان احنا بناخد بمظاهر او شكليات وصلاة وصوم ونقول ده انسان كويس. فهنا كانت برضو ان السيدة خديجة رضي الله عنها كانت شديدة الذكاء والخبرة في الحياة. فعايزين نتكلم عن اختيار السيدة خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. هذا وسام على صدر سيدنا رسول الله، وشرف لسيدتنا خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، شرف كبير ووسام عظيم على صدر رسول الله أن يكون هو وهو الشاب الفقير مالا. ولذلك كما أورد أهل السير عندما لاموا على السيدة خديجة في اختيارها وقالوا لها كيف تفضلين الجماعة بقى أصحاب المصلحة يعني اللي هما كانوا متقدمين وترفضوا و فلا بد من التشنيع يعني زي ما بيحصل الوقت أيوة على الفيسبوك وعلى البتاع والتحفيل و فقالوا لها قالوا كيف ترضى بفقير وترفض الاغنياء، كيف ترضى بكذا وكذا. فقالت لهم يا معشر قريش اني وهبت كل مالي لمحمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، والان هو الغني صاحب المال وانا الفقيره التي لا مال لي، فإن رضيني زوجة فمن أصله وإن لم يرتضني زوجة فلا حاجة لي عنده. سبحان الله، الله أكبر. بس هنا هي ما قالتش كده من باب اللي هي، الحب الأعمى، لا هي من باب إنها درسته سنتين. احنا بنتكلم عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عن السيدة خديجة والسلام. رضي الله عنها بالظبط، بنتكلم عن أفاضل الناس وبنتكلم عن من اختارهم الله واصطفاهم. حتى السيدات الفاضلات زوجات سيدنا رسول الله أمهات المؤمنين، حتى الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا من المهاجرين والأنصار، هذا اختيار واصطفاء اختارهم الله تعالى ليكملوا الدعوة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة خديجة وهي في مقامها وقيمتها وفي أصالتها تعرف قدر هذا الشاب الصادق الأمين المهذب صاحب الخلق. وطبعا بما انه في بيع وشراء وفي حسابات وفي تجارة ففي تواجه، فهي واجهته لم تجد منه عينا بصاصة يعني، ولم تجد منه لفظا خارجا، ولم تجد منه تحايلا ولا مكرا. هي برضه يعني هي تكبره خبرة في الحياة، فهي انتقته وجدت فيه الرجل الكامل وكأنه مجموعة من الرجال صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. هنا عايزين نتكلم في جزئية يا شيخ محمد، فكرة أن الظاهر أن في فروق في السن، في فروق في الماديات، في فروق كتيرة جدا، لكن لما جم العلماء يحللوا المشهد ده قالوا أن يعني شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام من خبراته ومن يعني علامات النبوة اللي ربنا زرعها في قلبه وفي عقله، خلت أن القوامة هي الظاهر اللي تعوض أي فروقات ما بين الفروقات الدنيوية العادية. كما ذكرنا أن هذا الشاب الصادقة الأمينة الخلوق المبارك الرجل المهذب المؤدب الشجاع الراقي المحترم، كل هذه الصفات دفعتها غطت على الفروقات، غطت على كل الأمور، دفعتها لأنها تطلب هي بنفسها تطلبه. يعني الأمر ده لو كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعت مرة واثنين وثلاثة ووصت فلان، إنما كونها هي تطلب الزواج من شاب يعمل معها في تجارتها، إذن فهو على درجة من التأهل، فهو على درجة كبيرة من المسوغات والمخولات والمؤهلات التي غطت وزادت على أي رجل من رجالات قريش. وكأنها والحالة هذه تلك المرأة الراقية الناضجة الفاهمة ذات الأصل والأصول الطيبة نظرت وضعت الخريطة قدامها، مكة كلها قدامها كده،
وإذا بها ترى الهامة والقامة وترى الشروط المتوافرة وترى الهدف الأثمة في هذا الشاب الصادق الأمين في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم.